سلام. وعليكم السلام. لو سمحتي ابي اسوي فحص دم. سمارت ولا سي بي سي؟ والله ما اعرف شو الفرق بينهم، بس اللي ابي فحص لحمه. حاضر. زين. تبين هويه؟ اي بطاقتك. اي ان شاء الله. ايش كثر طول؟ تفضل استريحي، يعني نص ساعه بكثير او يمكن اقل. اي يلا زين. تفضل. معقولة؟ فوازة يشتكي لك مني؟ ومو بس منك، مني أنا بعد. لا وبشرك، تدرين أبوك إيش قايل له؟ قايل له ما يصير خاطرك إلا طيب، أنا أوقفهم عند حدهم يا ولد أخوي يا السنع. صجيبوا هالكلام؟ الله يهديك يا مال، ما تدرين أمك تسوي من الحبة قبة. بس فواز غلطان. إي فواز غلطان، المفروض ما يطلع مشاكلنا برا البيت. يا بنتي الريال عداه العيب. والريال ما شكل أحد غريب، شكل عمه اللي بحسبة أبوه. بصراحة أنا أشوف الريال مل. مل؟ مل من بنتي؟ ليش وهو حاصلنا إن شاء الله واحدة مثل بنتي عشان يمل منها؟ يا سناء، بأسلوبك هذا ما راح نوصل لحل. اهدي شوي عشان نعرف نتكلم. لا كلام ولا سلام، فوازو هذا حسابه عندي أنا بعدين، أنا أعرف أدق على أمه وشنو أقول لها. بسام إيش فيك؟ ليش تطالعني كذي؟ آه. يمكن بعد فواز مشتكي لك مني. هي مصغر الخدمة. أبرك الساعات، ما بقينا. أما هذا قاعد على كبدي خلاص. لا يوم أشرب لك فنية على الشاي، جنك سويت شيء. ما ترد. ما ترد. يلا خلصنا. لا عاد عاد شو ربك شايش فيك؟ هذا شو فيه؟ شو شو فيه؟ حاتي مرتب عدو علي كاشتة فيه دق عليها ما ترق عليها. تعال قاعد يبا يمكن ببيت خالتي شو فيك؟ كلمت خالتي تقول ما شافتها اليوم. وكذي يعني بترد عليك؟ اقعد. مو من عوايدها ما ترد على التلفون. أنا عارفة حبيبتي تتعب الدوام ماي تخاف طاحت عليهم ولا شيء ولا سوت حادث بعد. حياتي. هو مالك ولدك امك؟ اسكت عنه حبيبته ايش فيك؟ يقول تسوي حادث هذه حتى لو تسوي حادث كل خلق الله يموتون الا هي قطوه سبعه ارواح يمه حرام شو هالحكي عاد موت ما موت بعد انت تعلمني شلون اتحكى؟ لا ما اعلمك انا اكلي بس انت شلون تاكلين؟ تكفى سليمان اقعد صدق وترتني خلاص انت ايش فيك؟ ايش تبي؟ اقول لك مرتي ما ترد علي تقول لي اقعد؟ كاي ما فيها شيء السلام عليكم. عليكم السلام. وين ايش في؟ ليش تاخرتي؟ ليش ما تردين علي؟ كنت بالمختبر، عندي موعد حق التحاليل. ترى ولدي سليم ما في شيء، سليم 100%. ايش حق التحليل؟ بعد ايش حقه؟ الكتاب باين من عنوانه. يمه خليني متفاهمون، شلت منهم انت؟ حق الورقة. انا الحين وين واقرا هذا وين؟ قولي لي ايش مكتوب فيه؟ المكتوب بالورقة اني حامل. ها؟ اوف. ايه. صحيح؟ إيه؟ مبروك مبروك حامل والله صحيح؟ يا خافي حامل مبروك يا معود الله يبارك فيك بالمبارك بالمبارك يا حبيبي بالمبارك تعال 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 يمه بسم الله عليك لا تعبين لا تركبين درج ديري بالك ولا تشيلين ثقيل ولا تقولي لي قصار الهدوم وما ادري شنو انت بس اشري اخلي البيت كله يركب لك فوق اللي تبيني بس ريلها احنا ما لنا شغل مو شغلك كل شيء اسكت خلاص شربي شربي يمه شربي بسم الله عليك الرحمن الرحيم احاكيك اذا انت تعبانه من دارج من فوق تبيني انزلك تحت كيفك اللي تبينه اللي تامرين فيه انت بس قولي ما بقينا قولي الحمد لله شلون الحين؟ والله زين ما طحتي الحمد لله سويت فحوصات كلها الحمد لله فحوصات دم كانت الدكتوره تقول لي مبروك هلا وي يمه زين ما وقف قلبك بسم الله عليك الرحمن الرحيم من مبارك يمه من مبارك بسم الله عليك بسم الله ريم ليش ما تردين علي؟
أنا غلط. تذكرين؟ تذكرين قبل كنت دائما أدافع عنك وما أرضى عليك وتيجي لا كبرنا مع بعض الله شان كذي ما تبي تكلميني انتي ما تدرين شنو ضميري يسوي فيني ياكلني يعذبني كل يوم انت من صدقك للحين زعلان على هذه؟ يبا باكر ازوجك واحده احسن منها؟ يما تكفى اللي فيني مكفيني. اي قول لي انت شو مسوي عشان هي تقط الدبله بوجهك؟ يما تكفى لا تساليني خلاص. شيء وصار وهذا انا متحسف على قد شعر راسي. عيني بعينك؟ تكلمت غيرها؟ اي يما. وهي درت. شيء كذي. إنزين هذه اللي عرفتها من بنتها وش أصلها وفصلها ولا نفس ريمو؟ يما أنت شو تبين توصلها بالضبط؟ يعني أنا قلت إذا البنية خوش بنية نخطبها لك. يما ريمو هاي بنت ريمو أنا أحبها وحاسب الذنب ناحيتها ترى أنا جرحتها يما ترى أنا صدق جرحتها وغلطت بحقها. واتمنى تعطيني فرصه ثانيه عشان اعوضها على اللي صار. شنو انت ايش فيك؟ لا يكون انت ناسي هي منو وانت منو. قطت الدبله بوجهك يعني البنيه ما تبيك واللي ما يبينا ما نبي فهمت ولا لا؟ تصبح على خير. لك عين بعد تسألني ايش فيك؟ ايش قصدك؟ وصلت فيك المواصيل تروح تشكي عند ابوي علي وتقول لأمها مخربتها وشغلتها عني وعن البيت وهي تقول ايش فيك بعد؟ زين مشي غرفتنا انت فاهم مو هني الولد نايم. انت فاهم على شنو بالضبط؟ دخلت فيها تفاهم؟ انت خربت كل شيء وكرهت امي فيك وفشلتني قدام اهلي. شو اللي تبي بالضبط؟ شو اللي تبي؟ تبني انقاطع اهلي؟ ما اواصل امي ما اكلمها؟ شو اللي تبي؟ انت عارفة بالضبط انا شنو ابي. واللي تبي هذا انا ما اقدر اسوي. لان اذا امي عندي بالدنيا هذه كلها. وقلت تبيني اختار بينك وبينها؟ راح اختارها إيه مو انت. Thank you.
الحين ويسف هالاربع صج قديم بس ما لبستك وايد حق الدوام. هلا 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 صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هلا امي. هلا حبيبتي. هلا صباح النور. هلا حياتي. هلا امي. هلا احاكيك. هلا. مدام انك انت قاعده مبكر يا يمه، ايش رايك تروحين تقدمين على اجازه على ما يرتفع الحمال؟ اجازه؟ اي لمتى يعني؟ يا يمه على ما توصل للشهر الرابع، على ما يثبت حملك. يا خالتي للشهر الرابع يعني وايد، بعد ما عندي رصيد بالاجازات لازم اداوم. واي ما شاء الله عليك عنيده عنيده، خلاص ما دام انك تحين رايحه إيه؟ اخذي الريوق معاك، فهمتي؟ ان شاء الله. وتنسين تريدي، ترى انا مسويت لك الريوق بايدي. يا بعد عمري والله. يا بعد قلبي. يلا خالتي بروح. ديري بالك شوي شوي عن الطفاله. ان شاء الله. ان شاء ديري بالك. ان شاء الله خالتي. وي وي عليك الله اكبر عليك يا هاله. لابسه كعب؟ ايش حقه؟ كعب حمالتي النيتي. تعالي تعالي يمه تعالي. كعب ترى صغير مو ما يصير ما يصير ما يرهام. حمال وكعب وهالعلوج ليش كذي تسوي بعمرك؟ ظهرك كثير هيك ما يتحمل. ان شاء الله ان شاء الله. يا لورا لورا. يس ماما. اعطيني ماي هذا تليفون. اوكي يلا اذا بروح اغير الكعب ورد. لا لا تحركيني سلمت فيك انت. انا اقول لك عن الطفاقه لا تحركين زايد وانت تلويين ما توقفين. الله يهداك. شنو هذا ايش فيك؟ لازم كل شيء انا قاعد اعلم فيكم. حول الله ولا قوه الا بالو. اقول لك سلمان يما وانت نازل يجيب هذا جوتي واطي حق هاله. لا تسال ليش وما ليش بعد الله يهداك. بعد الواحد يقول لكم سالفه لازم تحققون. يلا واقفه شو تعالي قعدي يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. تجنني قعدي يا يمه قعدي مو زين كذي تلويين. احاكيش اذا رحت الدوام لا تتحركين زايد. ان شاء الله. اي اللويه مو زينه. خلنا لا عندك لا لا يمه لا لا سلمك لا تنزلين ظهرك مو زين. لا شوي شوي بشيل الكعب. احنا ما حقنا على الله تحملين بعد قاعد تحوسين. حول الله لا حول الكعب وشلناه خلاص. لا حول الله. يالله اهم شيء لحقتي على البصمه. لا تشوفيني بسرعه بسرعه ركضه ركضه بالبيت يمكن مكياجي كله كملته وانا بالسياره. لا بس هم حلو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. صباح الخير. شلونك عبي زينه؟ خير الله يسلمك. هلا صباح الله. هل انا عن اذنكم ان عندي مراجعين ناطرين. وين قعدتي؟ عندي مراجعين ناطرين. عن اذنكم. الحين صباح الخير مالتي. والحين صباح النور والسرور. شلونك؟ تمام. جبت لك شغله حلوه حقك انت والبنات. اي بنات؟ بناتك اي بنات بعد؟ اي صدق احس ببنات الدوام. انسينهم بنات الدوام. احلى واحده عندي اطالعهم. يصير؟ ما يصير. هذا قسم العلاقات العامه مسوين يوم مفتوح حق الموظفين بالحديقه اللي ورا دوامنا. عاد انا اخذت لك 4 تذاكر حقك انت ومنال ومياسه. قصدك منى ومي ومياسه؟ اوه راح عن بالي، عاد انا احب اسم منال وايد. اشمعنى؟ يبا اختي. اختي اسمها منال، اختي الوحيدة اسمها منال. الوحيدة؟ الوحيدة. وعندي سلمان العود. لا، انت اللي بالنص يعني اللي ضايع. لا مو ضايع، ليش ضايع؟ منال اختي من ابوي، سلمان بس اخوي العود، يعني انا الصغير عند ابوي. تمام. انزين، مو تنسين يوم الخميس عشان بتعرف على بناتك. من عيوني. تسلم عيونك. حياك الله يبا تو ما نور المكان. منور بوجودك يا ولدي. قلت امر عليك المكتب. المكتب هذا عزيز علي. بديت حياتي فيه. قلت اخليه حقك عشان تبتدي معانا في الشركه. تسلم يبا مشكور. المهم شلونك يا ولدي؟ عسى مو هو بقاصرك شيء. مو ناقصني الا رضاك يا يبا، وان شاء الله اكون عند حسن الظن وبيض الوجه. ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي. في عندي خبر حلو بقول لك اياه. خير؟ ان شاء الله ابراهيم الصغير بالطريق. لا هذه الساعه المباركه
خوش خبر يا ولدي، بس أقولك من الحين لا توعدني إنك بتسمي باسمي. أنا أدري الوالدة ما راح ترضى، أعرفها. لا نذر علي إن الله رزقني ولد لسميه على اسمك إبراهيم، عشان يصير اسمه إبراهيم سلمان إبراهيم السندي. عسى الله يوفقك ويطرح فيه البركة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. واي شل عفسه، ليش عافسين الصالة كذي؟ ليش يعني يما؟ متى ناوية ترد الخدامة؟ يما الخدامة شكلها ما هي رادة، الرقم اللي عطتني إياه أدق عليه أصلاً ما يقرب الخط، الرقم ما عطيتني إياه غلط. يا أحسن لا ترد. أحسن؟ ليش أحسن يما؟ يما لأن أنا أحبك، أنت كل شيء تسوينا، توكلينا، تقعدين حق المدرسة، كل شيء. إي بس أنت ما تدرين يا يما أنا إيش كثر أتعب، بس ما يخالف، تعبكم راحة. يما أنا يعانى. أميرتي حبيبتي الصغيرة الحلوة، إيش تبي تاكل؟ أبي توست في بيض، بيض عيون من عيوني. وأنا بعد يما أبي نفس منى، توست وبيض عيون. إن شاء الله يما. أمي ياسي حبيبتي إيش تبي؟ أنا بعد، بس أنا بيض عيون ما أحب لقيه. إن شاء الله من عيوني، بس أروح أسوي لكم عشاء، بس عقبها تشيلون كل دثرتكم. متفقين؟ موافقين يا بنات؟ موافقين. زين، وأنتي راح أسمع لك الآية اللي صار لك ساعة تحفظين فيها، وأنتي يا يما مناتي ترى هذه المسائل كلها براجع حلش. زين؟ عفية الشاطرة، يلا بسوي لكم العشاء. مرحبا يا زميلتي، كيف حالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا تواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. يبا منمن حبيبتي شلونك يبا؟ يبا هيا وينكم؟ أنا بالمطبخ قاعد تسوي عشاء. المطبخ تسوي عشاء؟ يا سهل شلونك يبا؟ هلا حبيبتي، هلا يبا. ني شلونك يبا؟ تمام الحمد لله. في المطبخ تسوي عشاء؟ عيل هذه خوش فرصة قاعد أتعشى معاكم. انتم ولهتوا على أبوكم؟ امبلا. يبا عطونا تذاكر كرنفال مال دوام أمي، راح نروح له. على خير إن شاء الله. تعال يبا. أنت؟ أنت شو مدخلك هني؟ أنا ما دشيت من الدريشة، داش من الباب يا يبا. ما تستح على وجهك؟ ياني بنصاص الليالي، شو يقولون عن الجيران؟ ما تستح؟ واحدة مطلقة بروحها هي وبناتها، شلون داش علي انت الحين؟ أولاً أنا ماني غريب يا نادي، أنا ريلك. ثانياً أنا أبو هالبنات الحلوين. أقول أهو أطلع برا؟ أطلع وخلي الناس طيبة عليك؟ يلا تفضل أطلع برا يلا، بعدين خل أقول لك شيء. أنا كنت مرتك، أنا الحين مطلقة منك، وبعد بحياتي ما أرجع على ذمتك. أهو فارج يلا. شهدتوا على أمكم؟ شهدتوا علي؟ أنا يا يبا مشتاق لكم، وياي قلت أقعد معاكم أطمن عليكم، شفتوها حارمتني منكم، قلت أتعشى معاكم مو راضية. أقول اطلع خلي النفس راضية عنك، أنت اللي سويت هالشي بنفسك، يلا هو اطلع. ما علي يا نادية، الله على الظالم. شهدتوا على أمكم يبا؟ شهدتوا عليها؟ يلا قعدوا. يما حرام، كان أبوي يبي يتعشى معانا. صدق يما، ليش ما خليتي يقعد معانا شوي؟ ولا كلمة تتكلمون، هذا حكي كبار ما تتدخلون فيه، سامعين؟ خلي خواتك ياكلون وبعدين شيلي أغراضهم، بروح أقعد بالدار، مالي خلق. إن شاء الله.
أبي توسته. انتي رايحة الجامعة؟ حبيبتي قومي كلي لك شي، قومي بدلي ملابسك. يوقف قيدي هالكورس. حرام عليك يا يمه، هذه سنة تخرج تخربين على نفسك. ما لي خلق أشوف نوف، ولا لي خلق الجامع، ولا البنات والقيل والقال. ما لي خلق ولا شيء. حبيبتي الجامعة مو بس النوف ولا بس البسام، ولا حد لا حق انه يهزمك ويكسرك لهالدرجة. اذا هما خانوك وسووا فيك كذي فربك بيحاسبه. بعدين انتي مو اول ولا اخر بنت انخطب والله ما يكتب نصيب. كلام وايد سهل، حد راح يحس فيني؟ ويه ريم، لازم تتعلمين ان ما تلغين بحد الدنيا كلها يا عمي. لازم تتعلمين ان ما تعطين قلبك حق اي احد. يلا حبيبتي قومي بدلي، أنا ناطرتش تحت. بدا غرفة الاجتماعات وقول لهم أنا وبسام الحين جايين. بعدين وياك يبا، ايش فيك انت؟ هات شغلك وقل له قاعد تفكر بخطيبتك ومشكلتك معاها. مراهق انت، ما وراك مسؤوليات، ما وراك الشركه، ما يصير كذي يا بسام. يبا مو قادر اركز بشيء، حاسس اني متضايق ومخنوق. ويوم انك تحبها وشاريها، ليش تركض ورا غيرها؟ لازم تخرب كل شيء وبعدين تقعد تندم. الظاهر ان امي قالت لك كل شيء عدل. اكيد بتقول لي امك شنو؟ انا غريب، ماني ابوك انا. يلا يلا قوم 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 قوم، خلينا نحضر اجتماع الاداره الماليه. يبا تكفى طلعني منها، مالي خلق. لا بتقوم، بتقوم وبتحضر وبتسوي لي تقرير مفصل عن كل ما يدور بهالاجتماع هذا بالذات. يلا يبا قوم، يلا الجماعه ناطريننا. يلا صدقين طليقك هذا ما يستحي على وجهه وقح. تدري انا اللي قاهرني شنو يا فيصل؟ بناتي منى ومياسه لاموني وكسروني، طلعوني انا الظالمه مو المظلومه. يا هال يبا يا هال، باكر يكبرون يعرفون الصح من الغلط. انت تدري انا لما دخلت البيت ولقيته قاعد بينهم بالصاله حسيت بشعور غريب، ردت فيني الايام اللي ورا، ايام ما كنت على ذمته ومرته، حسيت انه كنا الشيء المألوف. يعني ما ادري صابني شعور ماني عارفة أوصفه لك.
ليش انت حنيتي له؟ لا يا معود، لا يحوشك. لا يبا، اصلا انا شو اتذكر منه؟ اتذكر ايامه، طقه، اهانته لي، كلامه البثي، صوته العالي. بس اقول لك يعني ارتبكت، ما ادري، يمكن لاني من شفته ما كنت متوقع يوم من الايام انه يكون بيننا مره ثانيه. زين هدي هدي ناديتك وين؟ بعدين وصي عيالك لا يفتحون الباب حق اي احد. وهذا حارس العماره وينه؟ ليش ما يجيك من اللي داش من اللي طالع؟ انت تحسب محمود هذا هين؟ تلقاه تسحب من ورا الحارس ودخل. بس اشرها على بناتي، انا لازم بناتي اللي اوصيهم واعاقبهم بعد على اللي صار. تعاقبين اليهال؟ انت قاعد تعاملين اليهال مثل ما احنا نعامل الكبار؟ انت المفروض تحتوينهم، ما تحسسينهم بالذنب على شيء هم مو فاهمينه ولا عارفينه. عدل كلامك، عدل، معاك حق. دام عدل كلام يا عيال، انا عندي شيء نسيكم هذا اللي صار كله. شنو؟ يعني بس هذا كل اللي اخذته. صور لك اياه. اي بليز. راح اخذهم من جواتر. ريم اقدر اكلمك شوي؟ بس عيل، انا ارق عليك واخذهم من بعدين. يلا باي. عاد صدق ما لي خلق اشوفه ولا اكلمه. اصلا اخر شيء اتوقع من فواز انه يروح يشتكي علي عند ابوي. اي والله ما تلامين. عيل هذا يتحكي علي انا؟ هذا خلي حمد ربه اصلا ان احنا مزوجينك اياه. حاصل له وحده نفسك؟ زيني ما يعني ايش رايك؟ اهد للبيت واقعد عندكم هني كم يوم؟ لا 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 تهدي للبيت ولا تقعدين عندي كم يوم. كافي موضوع خطبه اخوك. ناقصه انا بعد؟ خل نشوف من داق علي. شو الرقم؟ الو. السلام عليكم بسام. معك هدى ام ريم. ام ريم ما غيرها؟ خير؟ امري شنو بغيتي؟ داقه ابلغك ان ريم بنتي فسخت الخطبه وبسام عنده خبر بالموضوع. فحبيت ادق عليك بشكل رسمي وابلغك ونسوي الاصول معاكم. اي عاد انتوا تعرفون الاصول؟ اصلا انا ودي اخذ دوره بالاصول والاتيكيت عندكم. بنتك هي اللي صايده ولدنا وقاصبته يخطبها، ولا هي لا من ثوبنا ولا من مواخيرنا. وفوق هذا قاطه الدبله بويها، ما حشمت احد ولا دخلت كبار. ولا يكون هي اللي قايلت لك تدقين علي انت بعد. شو هالحكي؟ بنتي ريم ما تطلع منها العيبه ومتربيه احسن تربيه. العيبه طلعت من ولدكم. بنتي حبت ولدكم وثقت فيه. بس هو الله يهداه الشيطان لعب مخه. عموماً أنا داقي عشان أبلغك بشكل رسمي وأحطك بالصورة قبل ما أبلغ الناس إن الخطبة ما تمت خلاص. إي حبيبتي، اعلني مثل ما تبين، وإذا تبي تعلنين بالجرايد هذيك الجرايد روحي حطي فيها كتبيها طول السطر. حبيبتي الدبلة اللي لبستوها حق ولدي راح ترجع لك بعد السايق. والحين عن إذنك، عطيتك وايد من وقتي. أمبيش النسرة؟ أعوذ بالله، الحمد لله لك يا رب إن ما ملتنا. ما ليش كلمتي هيك؟ شدي صاير؟ أنت لو سامعتها شلون قاعدة تكلمني. أنا أتعامل معاكم بالأصول. أي أصول هي وبنتها؟ وينها وين الأصول هذه؟ مالت عليها وعلى بنتها، مسويت لي روحها كلش. تدرين شلون؟ هاتش كتبي تم فسخ خطوبة بسام الناجي من ريم العادل. يلا كتبي، لا تطالعيني. ما مو من صدقك عاد. عاد هذا خبر انشره واقول لهم ان فسخ الخطوبه، الناس راح تنقد علينا. امالو بتكتبينه ولا اكتبه انا باسلوبي واسفل بامها وبريمو؟ يلا كتبي قدامي. اعطيني انت مارده. اعطيني اعطيني اعطيني. خلاص انا اكتبه. خلاص اهدي. هذا اللي ناقص بعد جايتني انا ولدي، وانا ولدي ولدي حبيبتي الف واحده تتمنى. ما خليتها بيزة ما تسوى، ماكو وحدة بالكويت ما راح أقول لها إني فسخت الخطوبة.
الو يخو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه متى وأنا بقعد أحط الواحد والواحد؟ أدري فيهم هم يسوون هالسوالف عشان الواحد يمل وتطق كبده، خلوا لك هذه الماكينة ترد 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 عليك لما تطق كبدك وتسكر التليفون. ألو، وعليكم السلام. هو مش عرفك باسمي. إي أخوي أنا وداد. قدام فضلك أخوي أقول أخوي أنا واحدة حاطة فلوسي بحساب هذا الزمردة. إي أنتوا ما فوزتوني للحين. شوف أخوي. هو يعني الحين مصيرنا إحنا كلنا مرتبط بهالكمبيوتر. ما صارت صار لي سنة أنا حاطة فلوسي. ولا أخاف هذا المطرب اللي جايبينه اللي يسحب الأرقام يبي يربح ربوعه. خلاص أخوي قول حق كمبيوترك هذا أنا سنة ثانية بعطيكم. إن ما فوزتوني وخليتوني أربح الفلوس أنا واحدة ساحبة فلوسي ومحولتهم بنك ثاني. إي والله في أكو هذا حساب الحيارة والصخرة بسرعة يفوز الناس. هذا أنا عاد أنا قلت لك. ولا تدري شلون؟ خلاص أنا أمر البنك وأنا أتفاهم مع الإدارة. مشكور أخوي، مع السلامة. صراحة ما توقعت هذا ردة فعل مرتك، يعني ما أدري شو أقول لك. أنا بنفسي ما أدري شو أسوي ومضايق. بغيتها طرب وصارت نشا. زين معقولة عمك ما يقدر لا على مرته ولا على بنته؟ سوري ما أقصد يعني. لا عادي لا تأسفين. بس هذا الصدق. أنا بروحي متحسف ليش لجأت له. بس هذا كان الحل الأخير قبل ما شنو؟ شوفي هنا انا ريال محتاج القى واحده دايما يم تهتم فيني تدير بالها علي. هالوحده تحسسني بوجودي وابي احس بوجودها معاي بحياتي. عشان كذي انا قررت اتزوج. ما فهمت قصدك يعني شنو؟ انا تتزوجيني؟ يلا يمه يلا يا بنات الأكل يبرد الحين. الأكل إذا برد ترى ما ينوكل. مو تبون وجبات ووجبات؟ مي يبي خواتك يمه يلا. عاد يمه تصدقين؟ انت اليوم فكيتينا من لوية الباص. يوم جت الابله تقول لي امك برا ما صدقت. عاد يا يمه لو علي انا كل يوم اي اخذكم، ما اخليكم تروحون بالباص واذية الباص، بس الاستئذان يمه علينا بالحسره بالشغل. يمه وين وجبتي؟ هذه يمه وجبتك. نجز ولا تشكن؟ تشكن يمه نفس ما طلبتي. يمه ايش معنى تعطين مياسه قبلي؟ بوبي انت كوهي وجبتك جاهزه. تشكن نفس اختك. يمه حد اشتري لي جودي جديد على ما خلص الغداء؟ ان شاء الله من عيونك، بس خلصي غداك اول. ام ناتي شنو تبي هديه؟ يمه انا ابي بيضه داخلها لعبه بنيه. هو شنو هذه البيضه اللي داخلها لعبه بنيه؟ يمه الصراحه لعبه ينن هابين فيها البنات هالكم يوم. لا اذا هابين فيها لازم اجيب حق بنيتي حبيبه قلبي. هات يمه وجبتك. جانا يمه ما راح تساليني شنو ابي؟ انتي؟ انتي راس المال ورفيقة الدرب، انتي الكرت مال البنك كله بعطيك اياه، بس ترى في 35 دينار، اعطيني 5 دنانير خل اشتري جوتي حق اختك وهذه البيضة اللي فيها بنية، والباقي خذيهم حقك. يمه أنا بس أبي آيباد كبير عشان أصور ميوزكلي على راحتي. شنو هذا بعد الشاشة؟ شوفي يمه أنتِ ما راح تفهمين، أنا بقوم أشرح لك. كذي أنا بداري داشة المود قاعد أصور ميوزكلي، شاشة كذي كبيرة
ولازم نشتري سماعات. إيه؟ عرفتيهم هذول الكبار؟ إيه؟ اشغل الاغنيه، اسمع الاغنيه عشان اعرف اسوي حركات. واصور ميوزكلي ويطلع الفيديو ينن. ان شاء الله، بس تعالي اكلي وجبتك. يما يما انت ما فهمتيني، اعد لك اياها بس بروفا مع اغنيه؟ لا حبيبتي ما ينفع بروفا، انت جوعانه صوتك ما يطلع حلو. تعالي اكلي وجبتك وشبعي عشان يطلع صوتك احلى. اي 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 بعد شوي تسوي لي بروفا كامله. هات امي انت. تشتري لي يعني؟ اي ان شاء الله، بس مو هالشهر يما، بعدين اذا صار عندنا ان شاء الله. ليش ايش سويتي على الموضوع اللي قلتش عليه؟ اي موضوع؟ موضوع منال، لا تستعبطين. ما شفتها بالجامعة، بعدين مالي خبر. لا 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 مو صدقهم. نوفو؟ صدق هالخبر؟ شو اللي بعد؟ يقولون ريم فسخت خطبتها من ولد الناجي. وانت ايش دراج؟ شلون ايش دراني؟ في شيء نخش بهالديرة؟ فلان تزوج، فلان اتطلقت، فلان سافر، فلان سوت عملية تجميل. جامة سيارتي لو تنكسر، الديرة كلها بتعرف. وبعدين تعالي بعرف، رفيجتي صاحية، مينونة، تنفصل عن ولد الناجي. البنات يحلمون فيه، كل هالفلوس وهالخير وهالعز. بس مقيولة، الصاحب ساحب، ودام انت رفيجتها الفقر بعينه وعلمه. تموتون على الفقر. الا قولي لي، هي مو رفيجتك وانت 24 ساعة معاها؟ يعني داشة وطالعة من بيتهم، شلون تطلقوا؟ ما ادري، نصيب ما الله كتب. هم تبون تتدخلون بكتبة الله؟ غير السالفة هذه بعد. تعالي وين رايحة؟ انزين تعالي قولي لي شلون فصلت؟ ما ادري خلاص. لا يما هذه بنتك مو صاحية، مينونة، جنت رسمي. ما ادري ايش فيها. اقول قولي. تهجى ادق على امري وما اعرف شو السالفة، يمكن اقدر اصلح بينهم ونطلع لنا بكم فلس. لا يما فشلة، بعدين باكر بنعرف كل شيء. يعني رايك؟ هذا رايي.